مهرجان الزمن الجميل هو كمهرجان عم بكرم ناس عطيوا من قلبهم ودمهم وحياتهم للفن، إن كان بالغنى ولا بالتمثيل ولا بأي دومين اللي كان بالفن. هول ناس عم نكرمهم لأنه هول ناس بيستحقوا إنه نقول لهم ميرسي، لأنه أنت بتعرف نحن الدولة عنا بس يموت الفنان بيعطوه وسام الأرز. صحيح. شو يعني أصلا وسام الأرز؟ أنا ما أنا بعد لهلا ما فهمت شو يعني. إنه وقتها كوين إليزابيث عملته لورانس أوليفييه أو كانت برانك عملتهم لوردز، شي نايتد ذم، يعني عطيتهم تيتر دو نوبليس. بس وسام الأرز شو يعني؟ إنه شو صار؟ فارس؟ فارس شو؟ بعدين مات، شو فرقنا معه بقى الوسام؟ طب ما وين طبابته؟ وين معيشته؟ وين شيخوخته؟ ما في ولا شيء. فهذا المهرجان عم بيقول لهم على القليل نحن عم نشكركم وعارفين انكم انتم ناس عطيتوا وانتم ناس بتنتموا لزمن منه مثل زمننا هلا. هيدا اهميته للمهرجان، التقدير، الشكر. كيف شفت المهرجان؟ صح. كيف شفت المهرجان السنة؟ كتير منيح، كتير منيح. أنجح من السنة الماضية أو اللي قبلها؟ لك طبيعي إنه كل سنة يكون أنجح، لأنه نحن كل سنة عم نشتغل عم نشوف شو وين غلطنا بالسنة اللي قبلها وعم نحسن، نتفادى الأخطاء. فإذا قلت لك سنة الماضية كان أحسن يعني في غلط. لا، أكيد هالسنة كان أحسن بكتير من سنة الماضية، وسنة الماضية كان أحسن بكتير من اللي قبلها.